اول حاجه عجبتك ايه في انكل عمرو؟ بص يعني هو شيك، يعني هو طريقته في التعامل راقيه كده. ايه هو اللي دفع الحساب يومها؟ لا يا روان، لا كنا في التصوير ما كناش في الحساب اول مره شفته. لا يعني هو عنده اسلوب في التعامل مع الستات شيك كده، حضوره حلو لذيذ كده. طب واكتر حاجه بتعصبك ايه من انكل عمرو؟ لما يمسك الموبايل وقت طويل، وساعات بكلمه بيسرح ما بيردش على طول. في ايه بتشك فيه؟ لا. لا 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 لا. طب وانت يا طنط بتنرفزي انكل عمرو في ايه بقى؟ بقاطع، هو بيتكلم بقاطع كتير. انا زي ما طنط منى الشاذلي بتعمل كده في ضيوفها. لا حرام، بحب منى. طب ومين بيغير اكتر، انت ولا انكل؟ انا، وهو بيغير بس انا عندي اسباب للغير اكتر منه. ايه قفشتيه قبل كده؟ لا يعني ما هو اكيد ما فيش حد ما بيتقفش، يعني ممكن قفشات صغيره، بس انا قصدي انا ما عنديش حاجات تخليه يغير. هو يعني هو عنده. لا هو ما عندوش، بس هو ايه، خلاص استوري علينا. طب وايه الحاجه اللي شايفه انك غيرتيها في انكل عمرو؟ بصي يا حبيبتي، يعني عمرو كان بيحب الخروج قوي، خليته اكتر بيتوتي. هو خليتيه يقطع اصحابه؟ لا 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 شويه. لا 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 مش يقطع، بس هو اصحابه كتير قوي 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 ما شاء الله، فكان لازم مش نقللهم، بس هم لو هيشوفهم كلهم مش هيقعد في البيت، في شله المدرسه وشله الجامعه وشله الشغل وشله مش عارف كتير، الشله الكتيره، فخليته بس يبقى بيتوتي اكتر شويه. قويه طلعتي قويه بقى. لا والله غلبانه، وحياتك غلبانه. طيب ايه اكتر حاجه وحشاكي من طفولتك؟ كل حاجه في طفولتي وحشاني. انا بقول لك انا مواليد الثمانينات، فالدنيا في الثمانينات كلها كانت احلى، الدنيا كانت اروق، كنا بنسمع كاسيت، ما كانش في سوشيال ميديا، كان في جرانيل، وكانت الناس هاديه. ايه جرانيل والتليفون ده ابو قرص، عارفه كل حاجه كانت احلى. بتحسي ان كل واحد عنده حنين للماضي؟ دلوقتي في الزمن اللي احنا عايشينه لازم كل واحد يكون عنده حنين للماضي. انا عايز ارجع بطن مامتي. عندك حق والله، عندك حق، اكيد احن من الدنيا دي. طب يلا بقى قبل ما اسيبك تقابليها. ايش في ترمومتر هنا؟ اهو. لازم تحطي بقى الترمومتر عشان هي خايفه يجي لها الفيروس. ما هي كان عندها الفيروس مش تاني. ما هي خايفه يجي لها تاني. مش هبوسها، ده معقم. لا هي عايزاني افعل عايز حرارتي. معقم لازم تحطيه بقى وتدفسيه لحد زورك جوه. ادفسه؟ ماشي ثواني. وهسالك اسئله هتجاوبي بقى عليها وهو في زورك. دخليه اكتر. وسيبيه. لا لجوه خالص. لازم يلمس البلعوم. اهو. طب يلا. تعرفي تعدي من 2270 ل 2275 بالفرنساوي؟ 2270 2261 2260 لا 11 لا مش عارف دلوقتي، معناها 2272 2273 2274 2275. جمع شرشف. ميرسي. اعمل ايه؟ جمع شرشف. ده كلام اللي انت قلتيه ده؟ شرشف جمعها ايه؟ جمع شرشف؟ شراشف. وحطي البتاع في زورك، انت ماسكاه بسنانك. كله مش جاي. طب مفرط شاورتير؟ شطوره. طب ومؤنث اشرف؟ شريفه. ما تقوليلوش بقى. لمين؟ شوفي الترمومتر بقى دلوقتي زمر. 36.8. على العموم انت جاهزه، هي اللي مهم ما تعدكيش.